على كل الراغبين في اقتناء الطابع، سواء كان الطابع الإلكتروني الخاص بجواز سفر صادر داخل الوطن أو الرخصة السياقة البيومترية، كذلك بطاقة التعريف البيومترية. هذا يكون عبر الانترنت عن طريق هذه المنصة التي انطلقت ويمكن استخدامها من طرف الجمهور الجبائي كل على حسب الرغبة نتاعو، وهذا لتقديم الخدمة العمومية المتمثلة في الخدمة الإلكترونية. نعلم كافة الجمهور أنه بإمكانهم استخدام هذه المنصة، كما ندعو كل الجمهور الجبائي أو المدينين الذين عليهم ديون جبائية تفوق أكثر من 4 سنوات بإمكانهم تسديد الحقوق والاستفادة من إلغاء غرامات التأخير طبقا للمادة 15 من قانون التكوين المالية 23. التقنية هذه تقنية مليحة وتقنية جديدة بالنسبة لنا، ولا يمكن عندها صدى على المستقبل إن شاء الله يكون صدى يعني فور مليح. ها هو 4 سنين الوراء تاع يعني إلغاء الضرائب ثاني حاجة مليحة، واللي تشجع التجار وتشجع الناس اللي عندهم ديون هنا مع إدارة الضرائب، بتعطيهم حافز جديد وتعطيهم حافز يعني تاع خدمة وحافز تاع طمئنان هنا. وإن شاء الله إن شاء الله نتمنوا يكونوا يعني مبادرات أخرين تابعين لهذه إن شاء الله. جزائري صح يخاف من الضرائب ويخاف من الوزمة تاعها، ولكن هذه يعني تعطيه نوعية تاع طمئنان.